sound waves، الأمواج الصوتية. قبل ما نحكي عن الأمواج الصوتية بدنا نحكي عن الموجة، the wave. إيش هي الموجة؟ consider the spring shown below. هذا زنبرك زي ما أنتم شايفين. هلا لو بدي أثر عليه بقوة من الطرف، لو مسكته من الطرف اليسار وأثرت عليه بقوة بحيث أنه ترتفع إلى الأعلى وإلى الأسفل، أحركه إلى الأعلى وإلى الأسفل بهذا الشكل، شو اللي راح يصير عنا؟ زي ما أنتم لاحظين إحنا عملنا اضطراب، هذا الاضطراب انتقل من اليسار إلى اليمين في الوسط. لو أخذنا صورة هلا لهذا الاضطراب بهذا الشكل، بنلاحظ أن الجزيئات كانت تتحرك باتجاه إلى الأعلى وإلى الأسفل، الجسيمات خلينا نحكي، بينما اتجاه انتشار الموجة كان إلى اليمين، بالتالي كان حركة الجسيمات عمودية على اتجاه انتشار الموجة. هذا نوع واحد من الأمواج. هلا بدنا نعرف الموجة إيش هي. The wave is a propagation of a disturbance. إذن هي انتشار للاضطراب through a medium في وسط without any net displacement of the medium. ما في عنا إزاحة محصلة للوسط اللي انتقلت فيه الموجة. ليه؟ لأنه البارتيكلز بتهتز كانت الأعلى وإلى الأسفل فهي ظلت تقريبا في نفس المكان، بينما الموج انتقلت من اليسار إلى اليمين. The wave can carry energy but cannot carry particles. الموجة يمكن تحمل طاقة بس ما بتحمل particles، وهذا حكينا أنه particles بيظلوا بنفس المكان تقريبا، بيهتزوا إلى الأعلى وإلى الأسفل. وهي النقطة أسهل شيء أنك تشوفها على أرض الواقع، إذا كنت جالس على الشط بتتفرج على الأمواج بكون في أجسام في الماء، إذا بتراقبها لعدة ساعات رح تلاحظ أنه هاي الأجسام بتتحرك إلى الأمام وإلى الخلف بس بتظل قريبة من نفس الموقع الأصلي اللي كانت فيه. Types of waves، أنواع الأمواج. النوع الأول اللي هو the transverse waves، الأمواج المستعرضة، وهذا اللي شفناه. بهذا النوع the particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of the wave motion. الجسيمات تتحرك باتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة. وهذا هو مثال الزمبرك اللي شفناه لما حركناه بقوة إلى الأعلى وإلى الأسفل. النوع الثاني اللي هو the longitudinal waves، الأمواج الطولية. بهذا النوع the particles vibrate in the same direction of the wave motion. إذن الجسيمات بهذه الحالة راح تهتز بنفس اتجاه انتشار الموجة إلى الأمام وإلى الخلف. نأخذ مثال توضيحي، نفس الزمبرك بس بدل ما أثر عليه بقوة هلأ إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بدي أثر عليه بقوة باتجاه اليمين، أضغطه باتجاه اليمين وأشوف إيش اللي بيصير. خلينا نطلع على هاي الحركة. زي ما إحنا شايفين هيك الجسيمات تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف بس ما في إزاحة محصلة لهاي الجسيمات، بينما الموجة تنتقل من اليسار إلى اليمين. The periodic wave، الموجة الدورية أو الموجة اللي بتعيد نفسها. شو خصائص الـ periodic waves؟ Characteristics of the periodic wave. The sound wave can be treated as a periodic wave. طبعا الأمواج الصوتية يمكن التعامل معها على أنها أمواج بتعيد نفسها، ولهذا السبب راح ندرس خصائص الأمواج الدورية. The periodic wave can be represented as follows. هلا ممكن نرسم الإزاحة مع الزمن ونشوف كيف تتحرك الموجة الدورية. راح تتحرك بهذا الشكل. بعض الخصائص راح نتعرف عليها. The crest is the highest point of the wave. القمة بنسميها crest وهي أعلى نقطة في الموجة. هاي هي الكريست. The trough is the lowest point of the wave. أيضا القيعان بنسميهم troughs، هم اللي هم بكونوا أخفض نقاط على الموجة، هذول هم الترافس. The amplitude، السعة، is the maximum distance of the wave with respect to the equilibrium level. إذن السعة بنسميها هي أقصى مسافة عن الإكوليبريم ليفل. هون عن الإكوليبريم ليفل إحنا ماخذينه عند الإكس بيساوي زيرو، فأقصى ارتفاع عن الزيرو بنسميه الامبليتيود. بحالتنا هاي راح يكون بهذا الشكل.
هذا الامبليتيود رمزنا له بالرمز A. لو اخذناه من الاطراف راح يكون نفسه، بس راح نسميه ماينس A لانه احنا على محور الاكس. هون في عنا اللي اعلى من الصفر موجب، واللي اقل من الصفر هو سالب. الان the wavelength لامدا الطول الموجي is the distance between two successive crests or two successive troughs. اذا الطول الموجي هو المسافة بين قمتين متتابعتين او قاعين متتابعين. على الشكل الموجود عنا لامدا راح تكون بهذا الشكل، وايضا ممكن ناخذها مع قاعين متتابعين. The period T الزمن الدوري is the time required by the wave to repeat itself. اذا هو الزمن اللي تحتاجه الموجة حتى تعيد نفسها. وممكن نعطيه تعريف اخر or the time elapsed between two successive crests or troughs passing by the same point. التعريف الاخر له الزمن الدوري انه هو الزمن اللازم حتى يمر عنا قاعين متتابعين من نفس النقطة او قمتين متتابعتين من نفس النقطة. هذا هو الزمن الدوري على الشكل الموجود عنا، الزمن بحتاجه الموجة حتى تقطع مسافة مقدارها لمدة اللي هو الطول الموجي. The frequency التردد، شو تعريف التردد؟ The frequency is the number of times the wave passes a given point per second. إذا هو عدد المرات اللي بتمر فيها الموجة في الثانية الواحدة، والتعريف الثاني إلها or the number of crests or troughs that passes a given point per second. عدد المرات اللي بمر فيها القمة أو القاع في الثانية الواحدة، ويعطى بالعلاقة التالية تردد F بيساوي 1 مقسوم على الزمن الدوري F equals 1 over T. The wave speed سرعة الموجة. هلأ سرعة الموجة كيف ممكن نحسبها؟ السرعة هي المسافة على الزمن. احنا بنعرف ان الموجة بتقطع مسافة مقدارها لمدة في زمن مقداره تي كابيتال اللي هو الزمن الدوري. هون نحسب سرعة الموجة، نعرفها المسافة اللي هي لمدة مقسومة على الزمن الدوري، وهذا يساوي لو عوضنا مكان واحد على تي بف اللي هو الفريكونسي أصبحت سرعة الموجة بتساوي لمدة تايمز اف. The total traveled distance d by a wave during a time interval t. هلأ الموجة ممكن تقطع مسافة كبيرة، فبنعرف المسافة اللي تقطعها اللي هي total distance، المسافة الكلية اللي بتقطعها الموجة في زمن مقداره t، بأنها بتساوي d equals v times t. Example: Two children are at opposite ends of an iron pipe. عندي طفلين على أطراف مختلفة من أنبوب حديدي. One strikes an end of the pipe with a stone. واحد منهم مسك حجر وضرب طرف هذا الأنبوب. What is the ratio of times it takes the sound waves in air and in iron to reach the second child? إذا هو طالب منا نحسب النسبة بين الزمن اللازم للموجة للانتقال عبر الهواء والوصول إلى الطفل الثاني، والزمن اللازم للموجة للانتقال عبر الحديد للوصول إلى الطفل الثاني. The sound velocities in air and iron are given by. معطينا سرعة الصوت في الهواء وأيضا سرعة الصوت في الحديد. Solution. هلأ هو حكينا أنه في عندي طفلين على أطراف أنبوب حديدي. Two children are at opposite ends of an iron pipe. هذا iron pipe. وفي طفلين على طرفي هذا الأنبوب. One strikes an end of the pipe with a stone. واحد منهم مسك حجر وضرب طرف هذا الأنبوب. هلأ بدنا نوجد النسبة بين الزمن اللي تحتاجها الموجة للانتقال في الهواء وتوصل للطفل الثاني، والزمن اللازم للموجة انتقال عبر الحديد والوصول للطفل الثاني. إذا المطلوب هو T air divided by T iron. Where? T air is the time required by the sound wave to reach the second child in air. و T iron is the time required by the sound wave to reach the second child in iron. الآن شو معطينا؟ معطينا سرعة الصوت في الهواء ومعطينا سرعة الصوت أيضا في الحديد.
هلا شو بنحكي؟ The total travel distance by the sound wave هذا أخذناه في السلايد السابق. المسافة الكلية المقطوعة هي d بتساوي v times t. إحنا مطلوبنا نحسب النسبة بين الزمنين. إذا t بتساوي من هاي المعادلة d مقسومة على v. Let the length of the pipe be l. خلي طول هذا الأنبوب مساوي لل l. هاي ال l. إذا أصبح عندنا الزمن اللازم لانتقال في الهواء بيساوي L مقسوما على سرعة الصوت في الهواء، والزمن اللازم لانتقال في الحديد بيساوي L مقسوما على سرعة الصوت في الحديد. الآن بدنا نوجد النسبة بيناتهم، نقسم المعادلتين على بعض، بصير عنا بهذا الشكل. L بتروح مع ال L، أصبح عنا النسبة بتساوي سرعة الصوت في الحديد مقسوم على سرعة الصوت في الهواء، نعوض في الأرقام والناتج هو 14.9. The production of a sound wave. كيف ممكن ننتج موجة صوتية؟ In fluids, we use density and pressure to study the properties of fluids. هلا احنا متعاملنا مع الموائع. حكينا انه المائع بياخذ شكل الوعاء اللي بيكون فيه، وبالتالي مش سهل نتعامل معه ككتلة وقوة. وفي عدد كبير من الجزيئات بتكون في الموائع، عشان هيك استخدمنا البريشر وايضا الدنسيتي. بالنسبه للامواج الصوتيه الان لما تمر في وسط فهي بتحرك الجزيئات، فشو بنحكي؟ A single wavelength of sound wave has millions of molecules. اذا طول موجي واحد من الموجة الصوتيه راح يكون في ملايين الجزيئات، عشان هيك لما يتعامل مع الأمواج الصوتية بنفس الأسلوب اللي تعاملنا فيه مع الفلويدز راح نستخدم البريشر وأيضاً الدنسيتي. As a result, we use density and pressure to describe the motion of a sound wave. هلا consider the production of a sound wave in a medium by a piston that oscillates back and forth. راح ناخذ هذا الشكل. هذا مكبس بتحرك يمين يسار، وهذا الوسط اللي موجود فيه، فإحنا بنحركه لليمين نرجعه لليسار، كمان يمين كمان يسار، فبتصير الموجة تنتقل بهذا الشكل. رح نأخذ بالتفصيل الآن كيف تتكون الموجة. When the piston moves forward, it compresses the medium. لما أحرك هذا البستون forward باتجاه اليمين، شو بيعمل؟ بيضغط الوسط اللي هو فيه. The pressure increases لأن الضغط رح يزداد. And A compressional wave moves outward. الآن موجة مضغوطة راح تتحرك إلى الأمام. شو الموجة المضغوطة؟ هو لما يضغط جزيئات الوسط راح تقترب من بعضها البعض. بصير عندي شايفين هذول الأشكال الآن اللي بالأخضر، لما يكون جسيمات قريبة من بعضها البعض بتبلش تتحرك باتجاه الأمام. لما البستون يرجع لوراء هلا راح نشوف شو بيسوي. When the piston moves backward, it reduces the density of the medium. هلا لما يرجع لوراء راح يقلل من كثافة هذا الوسط. The pressure decreases. الضغط راح يقل. And a rarefaction wave moves outward. الآن rarefaction مقصود فيها المنطقة أصبح فيها فراغات. فالفراغات هاي كمان راح تنتقل. فصار عنا الآن الموجة. موجة مضغوطة بيتبعها موجة من الفراغ. موجة مضغوطة، موجة من الفراغ، وهكذا لما نحركه إلى الأمام وإلى الخلف. هيك تتكون عنا الأمواج الصوتية. Note that the individual molecules oscillate back and forth about their average positions. بالنسبة للجزيئات اللي هون، هلا الجزيء ما بينتقل مع الموجة، هو شو بيعمل؟ بيصطدم بالجزيء اللي بعده، واللي بعده بيصطدم باللي بعده، وهكذا. لكن الجزيء نفسه بيظل رايح إلى اليمين وإلى اليسار، فهو بيهتز حوالين المتوسط الموقع تبعه. هلا if we plot the pressure versus time we get the following. اذا رسمنا الضغط مع الزمن راح يطلع لنا الشكل التالي. هذا البريشر وهذا الزمن. راح ناخذ الان الاكوليبريم عند بي 0 اللي هو الضغط الاكوليبريم تبعنا، راح يطلع لنا موجه بهذا الشكل اللي هي موجه دوريه لكنها بدلالة الضغط الآن. ففي عنا القمم كريست، وهاي بتمثل الكمبريشن
وفي عنا القيعان، والقيعان بتمثل الآن الرير فاكشن. بالنسبة للأمبليتيود راح نرمز له برمز جديد اللي هو P0 plus دلتا P max. طبعا دلتا P max أصبحت الآن بتمثل هي الأمبليتيود. ولو طلعنا لتحت بالنسبة للقيعان راح يكون عنا P0 minus دلتا P max. هاي الموجة الصوتية وكيف بنمثلها بدلالة The speed of longitudinal waves, sound waves. هلا الأمواج الصوتية هي أمواج طولية، وبالتالي رح نحكي عن لما نحكي عن الأمواج الطولية كل ما ينطبق على الأمواج الطولية ينطبق على الأمواج الصوتية. كيف نحسب سرعة الأمواج الطولية؟ In general, the speed of a longitudinal wave can be written as v equals square root of elastic factor divided by inertia factor. إذا بشكل عام سرعة الأمواج الطولية ممكن نحسبها بالطريقة التالية: Elastic Factor معامل المرونة للوسط مقسوم على Inertia Factor اللي هو معامل المقاومة للوسط. هلا راح نشوف كيف راح نعبر عن Elastic Factor في المواد الصلبة وأيضا في الموائع. The speed of a longitudinal wave traveling in solid materials. لو كانت الموجة الآن ماشي في المواد الصلبة زي الحديد مثلا زي السؤال اللي شفناه قبل شوي، كيف نحسب سرعة هذه الموجة؟ V equals square root of y over rho. هلا ال y بيمثل elastic factor، وبحالة المواد الصلبة هذا عبارة عن Young's modulus، والرو بتمثل inertia factor. طبعا الانيرشيا احنا لما تعاملنا مع قوانين نيوتن الكتلة كانت تمثل الانيرشيا اللي هي المقاومة، كل ما زادت الكتلة زادت المقاومة، لكن لما نتعامل مع solid material ناخذ الكثافة، فأصبحت الكثافة بدلا من الكتلة هي اللي بتمثل الانيرشيا فاكتور. Where y is the Young's modulus, rho is the density of the solid. طبعا rho هي كثافة المادة الصلبة. الآن the speed of a longitudinal wave traveling in a fluid. لما ناخذ موجة طولية الآن في مائع كيف نعبر عنها؟ The speed of a sound wave in a medium is determined by the strength of the forces among the molecules. إذا اللي بيحدد السرعة هو القوة المتبادلة بين الجزيئات في الوسط اللي بتمشي فيه الموجة. Which can be characterized by the bulk modulus. هاي القوة راح نعبر عنها بما يسمى البلك موديولس، وهو شبيه بيونغ موديولس. راح نرمز له بالرمز B، وبالتالي السرعة أصبحت تعطى بالعلاقة التالية: V equals square root of B over rho. نحكي شوي كمان عن البلك موديولس. طبعا B البلك موديولس، rho is the density of the fluid. The bulk modulus is a measure of the resistance of a fluid to compression. إذا هو بقيس مقاومة المائع للضغط. كيف يعني؟ For example, a material such as air that is easy to compress has a small bulk modulus. المواد اللي من السهل ضغطها زي الهواء بكون البلك modulus لإلها صغير. While stiff materials such as steel have large bulk modulus. بينما المواد اللي بكون من الصعب إنه نضغطها زي الفولاذ بكون البلك موديولس لإلها مرتفع جداً. The relationship between the bulk modulus and the change in pressure. لأن في علاقة ما بين البلك موديولس B والتغير في الضغط. نتعرف على هاي العلاقة. When a sound wave travels in a fluid, a change in the pressure occurs. هلأ لما تمر الموجة الصوتية راح تغير الضغط في نفس النقطة زي ما شفنا بالشكل في السلايد السابق، كيف انه الضغط ما رسمناه مع الزمن بيطلع وبينزل. When the pressure increases, the volume decreases. لما هلا الضغط بزيد الحجم بده يقل، بالمقابل في عنا and the density increases، الكثافة راح تزيد. هيك بنعبر عن العلاقة ما بين الآن البلك موديولس والتغير في البريشر بالعلاقة التالية: B equals rho اللي هي الكثافة، delta P اللي هو التغير في الضغط مقسوم على delta rho اللي هو التغير في الكثافة.
where delta P is the change in pressure, rho is the density of the fluid or medium at equilibrium. هلا انتبه للنقطة هاي، انه rho اللي بنستخدمها في هاي العلاقة هي بتكون كثافة الوسط at equilibrium، يعني قبل مرور الموجة فيها او بدون ما يكون في تأثير لأي عامل آخر. دلتا rho is the change in density، والتغير في rho يمثل التغير في الكثافة. دلتا rho over rho، هلا الاسم العلمي اللي بنستخدمه مع التغير في الكثافة مقسومة على الكثافة is the fractional change in density، هذا بنسميه the fractional change in density. Example: a dolphin in seawater emits a pulse of sound waves, longitudinal wave, toward an object at 100 meters from the dolphin. إذا في عندي دولفين في ماء البحر. الآن هذا الدولفين بيرسل نبضة من الأمواج الصوتية باتجاه هدف، وهذا الهدف على بعد 100 متر. شو حاكين لك كمان؟ If the bulk modulus and the density of seawater are given by، معطينا البلك موديولس ومعطينا كثافة ماء البحر. شو طالب منا؟ What is the speed of the sound waves in seawater؟ أول شيء بدنا نحسب سرعة الأمواج الصوتية في مياه البحر. B. How long after the dolphin emits a wave is its reflection؟ هون بده الزمن المستغرق ما بين إنه الدولفين يرسل نبضة من الأمواج الصوتية ويستقبلها مرة ثانية. خلينا نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال. Solution: أول شيء حكينا إنه في عنا دولفين في ماء البحر بيرسل نبضة صوتية باتجاه هدف على 100 بعد 100 متر. هذا الدولفين وهذا التارجت الهدف، والمسافة بيناتهم هي 100 متر. شو كمان أعطانا؟ أعطانا البلك موديولس لماء البحر وأعطانا كثافة ماء البحر. نيجي للمطلوب الأول، بده إيانا What is the speed of the sound waves in seawater؟ نحسب سرعة الأمواج الصوتية في مياه البحر. هذا على القانون مباشرة، V equals square root of B over rho. بنعوض في الأرقام والناتج هو 1.4 times 10 to power 3 meters per second. B: How long after the dolphin emits a wave is its reflection؟ إذا بدنا الزمن ما بين إنه الدولفين يرسل نبضة من الأمواج الصوتية وترجع له مرة ثانية. الآن الزمن بيساوي total distance مقسوم على السرعة، هاي العلاقة اللي أخذناها في بداية محاضرة اليوم. تطلع هون المسافة الكلية المقطوعة، الموجة الصوتية راح تطلع من الدولفين تمشي 100 متر، الآن تنعكس عن التارجت الأوبجكت وبترجع مرة ثانية الدولفين، بتكون قطعت 100 متر زائد 100 متر 200 متر، إذا المسافة الكلية هي 100 زائد 100 تساوي 200 متر، هاي المسافة الكلية المقطوعة. هيك صار عندي المسافة الكلية وعندي السرعة حسبناها من الفرع A، إذا نحكي إنه T بيساوي 200 divided by 1.4 times 10 to the power 3 and is equal to 0.14 seconds. The intensity of sound، شدة الصوت. When dealing with sound waves, we are interested in the power per unit area more than the total energy carried by the wave over a period of time. شو اللي بنحكي بهاي الجملة؟ لما نتعامل مع الأمواج الصوتية بهمنا الباور اللي هي عبارة عن تغير في الشغل على الزمن لكل وحدة مساحة، أكثر من اهتمامنا بالطاقة الكلية اللي بتنتقل عبر الموجات الصوتية. هلا ليش بنهتم احنا في الباور لكل وحدة مساحة؟ نفرض انه في عندي عازف موسيقي بيعزف لعدة ساعات. هلا الطاقة اللي ممكن ينقلها، ممكن محرك طيارة ضخم ينقل نفس الطاقة بخمس دقائق مثلا. وبالتالي لما نقارن بين تأثير محرك الطيارة وهذا العازف، تأثير محرك الطيارة ممكن يكون مؤذي جدا، فإحنا بهمنا إذا أصبح الباور بير يونت أريا واللي راح نسميه الانتنسيتي. فبنعرف الانتنسيتي أوف ساوند بالشكل التالي: I equals power over area. هلا If the wave flows out from the source in all directions،
إذا كانت الموجة بتتحرك بكل الاتجاهات شو بنسميها؟ Then the wave is called a spherical wave. بنسميها موجة كروية. مثلا لو كان عندي مصدر للأمواج الصوتية بهذا الشكل، وكانت الموجة بتنتقل في كل الاتجاهات، فهي راح تنتقل وكأنه محاطة بكرة سفير، ومصدر موجات هو في مركز الكرة. هيك لما بدنا نحسب الآن الانتنسيتي، الاريا اللي بناخذها عبارة عن مساحة الكرة. مساحة أي كرة بتساوي 4πr², وبالتالي بعوض مكان الاريا هون ب 4πr², بصير عنا بالشكل التالي: الانتنسيتي equals power over 4πr², where 4πr² represents the area of the sphere. هذه بالنسبة للموجات الكروية. هلا في عنا تعريف ثاني للانتنسيتي رح ناخده من خصائص الأمواج. From the properties of waves, we know that the intensity of any wave is proportional to its amplitude squared. إذا إحنا بنعرف من خصائص الأمواج إنه شدة أي موجة بدها تتناسب مع مربع السعة اللي هو its amplitude squared. Recall that the sound wave can be represented in terms of pressure as shown below. هلا بتذكركم إنه إحنا ممكن نعبر عن الأمواج الصوتية بدلالة الضغط، وهلا رح أذكركم بالشكل اللي رسمناه. وهون رح ركز أنا على دلتا بي ماكس اللي هي سعة الموجة أو أقصى سعة للموجة. بهاي الحالة الانتنسيتي تعتبر العلاقة التالية: I equals دلتا بي ماكس squared over 2 رو في. هلا بالنسبة للرو والفي رح نتعرف عليهم. دلتا بي ماكس is the maximum amplitude، إذا هذا أقصى سعة للموجة. رو is the density of the medium، رو هي عبارة عن كثافة الوسط اللي بنتعامل معه. V is the sound velocity in the medium، و V تمثل سرعة الصوت في الوسط اللي بتمشي فيه الموجة. Example: the maximum amplitude of a sound wave that is tolerable to human ear is about 28 pascals. إذا هو بحكي لي إنه القيمة العظمى لسعة الموجة الصوتية اللي ممكن تسمعها الأذن البشرية هي عبارة عن 28 باسكال. شو بيطلب منا؟ What fraction is the change of pressure of normal atmospheric pressure؟ هلا هو بيسألنا التغير في الضغط هذا شو نسبته من الضغط الجوي، أو نسبته بالنسبة للضغط الجوي. هذا فرع A. فرع B: What is the intensity in air if the speed of sound is 344 meters per second and the air density is 1.2 times 10 to power 3 kilogram per meter cube؟ إذا في الفرع الثاني بسألنا نحسب شدة الصوت الـ intensity في الهواء، وأعطانا سرعة الصوت في الهواء، وأيضا أعطانا كثافة الهواء. Solution: إذا أول شيء، أول معلومة أعطانا إياها اللي هي دلتا بي ماكس. وفرع A بيسألنا What fraction is the change of pressure؟ إذا هو بده إياه نحسب نسبة التغير في هذا الضغط of normal atmospheric pressure بالنسبة للضغط الجوي. وإحنا بنعرف إنه the fractional change in pressure is given by، هلا كلمة fractional change دائما fractional change بأي شيء تأخذ دلتا لإله وتقسم على قيمته الحقيقية، فلما تكون pressure نحكي دلتا P مقسومة على P. هلا بالحالة الموجودة عنا دلتا P هي عبارة عن دلتا P max، وبالنسبة ل P هو P atmospheric اللي هو الضغط الجوي، فإذا هاي صارت بتساوي دلتا P max over P atmospheric. دلتا بي ماكس بنعرفها، بي اتموسفيريك بنعرفها، بنعوض في الارقام مكان كل واحد فيهم. وتذكر انه البي اتموسفيريك هو عبارة عن 1.013 times 10 to power 5 باسكالز، والاجابة هي 2.77 times 10 to negative 4. هلا هذا الرقم بدي اطلع عليه شوي. لاحظ انه هذا بيمثل اقصى سعة للموجة اللي ممكن تسمعها الاذن البشرية. اطلع على نسبته بالنسبة للضغط الجوي، لما نقسم على الضغط الجوي 2.77 times 10 to negative 4 صغير جدا، فإذا هو فعليا ما رح يأثر
الموجة الصوتية هاي ما بتأثر على الضغط الجوي. شوف فرع B. What is the intensity in air F? The speed of sound. إذا طالب منا نحسب شدة الصوت في الهواء ومعطينا سرعة الصوت في الهواء ومعطينا كثافة الهواء. هون نستخدم القانون مباشرة. I بيساوي دلتا P max squared over 2 rho V. بضل علينا نعوض في الأرقام والإجابة هي 0.950 watt per meter squared. A low frequency speaker has a surface area of 0.05 meter squared and produces 1 watt of power. What is the intensity at the speaker? إذا معطيني سبيكر حكي لي إنه التردد تبعه قليل، مش كثير بتهمنا هاي المعلومة لأنه اللي بهمنا إحنا مين؟ السيرفيس أريا معطينا إياها 0.05 ومعطينا الباور produces 1 watt of power. هلا شو طالب منا؟ What is the intensity at the speaker solution. إذا أول شيء أعطانا الأريا، بعدين أعطانا الباور، وطلب منا نحسب الانتنسيتي. هلا مباشرة على القانون I equals power over area ومعي 2، إذا بنعوض مباشرة في الأرقام والنتيجة هي 20 watt per meter squared. هذا تطبيق مباشر. Example: A low frequency speaker produces 1 watt of power. نفس الأولاني، شو بحكي لنا هلا؟ If the speaker projects sound uniformly in all directions. إذا هذا راح يرسل الأمواج بانتظام في كل الاتجاهات. What is the intensity at 1 meter away from the speaker؟ نحسب الآن شدة الصوت على بعد 1 متر من هذا السبيكر. Solution، شو اللي أعطانا إياه؟ الباور. كمان شو أعطانا؟ If the speaker projects sound uniformly in all directions. إذا هذا بيرسل أمواج بانتظام في كل الاتجاهات. هذا أصبح إذا spherical wave، موجة كروية. وبالنسبة spherical wave I بتساوي الباور على 4 pi r squared. شو كمان أعطانا؟ بده نحسب intensity على بعد 1 متر. المطلوب هو حساب الانتنسيتي. نتذكر بالنسبة للموجة الكروية I بيساوي power over 4 pi r squared، نعوض في الأرقام والنتيجة هي 0.08 watt per meter squared. Example: A low frequency speaker produces 1 watt of power. If the speaker projects sound uniformly into the forward hemisphere, what is the intensity at 1 meter away from the speaker? هذا نفس المثال السابق، شو اللي اختلف فيه؟ اللي اختلف انه بدل ما كان في جميع الاتجاهات، هلا شو بحكي لي؟ If the speaker projects sound uniformly into the forward hemisphere، اذا هو بيرسل الامواج الى نصف الكرة الامامي. نشوف كيف بدنا نحله. اعطانا الباور و حكى لنا انه الامواج بتروح لنصف الكرة الامامي. لو كان عندي السورس بهذا الشكل فالامواج بدها تنتقل لنصف الكرة الامامي بهذا الشكل. وهلا طلب منا نوجد الانتنسيتي وين؟ على بعد 1 متر. طيب نتذكر هلا، اول شيء الانتنسيتي عبارة عن الباور مقسومة على الاريا. احنا بنعرف انه مساحة الكرة area of the sphere is 4 pi r squared، بس انا عندي نصف كرة. اذا مساحة نصف الكرة باخذ مساحة الكرة هاي وبقسمها على 2، وبالتالي area of the hemisphere is 2 pi r squared. هيك بعوض في قيمة المساحة الان لنصف الكرة في الانتنسيتي، وبضل علينا نعوض في الارقام R equals 1 والpower equals 1 watt. والناتج هو 0.16 watt per meter squared. Sound levels and log scale. هلا بدنا نعرف إشي جديد اسمه sound level أو sound أو intensity level، وإشي ثاني اللي هو log scale.
The human ear can respond to sound intensities from 10 to negative 12 watt per meter squared to 1 watt per meter squared. إذا الأذن البشرية ممكن تستجيب للأصوات اللي بتكون شدتها من 10 قوى ناقص 12 إلى 1 وات. هلأ هذا الرينج كبير جدا، لما نحكي 10 قوى ناقص 12 فإحنا نقسم على 1000 مليار. إذا بدنا نحلل البيانات اللي عندنا وبدنا نحط مثلا على الإكس أكسس بدنا 1000 مليار، ما بنقدر نشوف التغيرات اللي بتصير، بالتالي هذا الرينج كبير جدا ما بنقدر نتعامل معه. هل كيف ممكن نبسط التعامل مع الانتنسيتي؟ إنه بنستخدم اللوج سكيل، بدل ما كنا نستخدم الانتنسيتي نفسها بنستخدم اللوج سكيل، فبنعرف شيء جديد بنسميه ساوند ليفل أو الانتنسيتي ليفل. We use the logarithmic scale to define the intensity level. رح نرمز له بالرمز بيتا. As بيتا شو تعريفها هلا؟ بتساوي 10 log I over I naught. إذا هيك بنقدر نحسب الانتنسيتي ليفل. بس مين هي الاي نوت؟ رح نختار الاي نوت أقل انتنسيتي ممكن تسمعها الأذن البشرية، اللي هي 10 قوى ناقص 12 وات per meter squared، وهذا رقم بدنا نحفظه بعد هيك. I naught represents the minimum intensity audible for a human ear. إذا هي أقل شدة صوت يمكن سماعها من قبل الأذن البشرية. And is called the threshold of hearing. هذا بنسميها حد السمع. الشيء الثاني رح نحكيه عن القيمة العظمى بالنسبة للساوند انتنسيتي. I equals 1 watt per meter squared represents the maximum intensity audible for a human ear. إذا هذا بمثل أعلى قيمة لشدة صوت ممكن تسمعها الأذن البشرية، وش راح نسميه؟ And is called the threshold of pain. هذا حد الألم. يعني إذا زاد عن هيك بصير الأمواج الصوتية بتصير مؤلمة بالنسبة للإنسان. The logarithmic unit is decibel. هلا الوحدة اللي مستخدمها مع اللوغاريتم بنسميها decibel ورمزها dB. The intensity of sound can also be written as. هلا بدي أرجع على المعادلة الموجودة عندي هون أطلع فيها. كيف ممكن أحصل على I من هذه المعادلة؟ أول شيء بقسم الطرفين على 10، بصير عندي بيتا على 10. عشان أتخلص من اللوج بدي أرفع الطرفين للقوة 10، فبصير عندي 10 للقوة بيتا على 10 بتساوي I على I نوت. بنرتبها بنحصل على المعادلة التالية اللي هي عبارة عن I equals I نوت 10 to power beta over 10. صار عندي معادلتين ممكن أستخدمهم، البيتا وهي المعادلة الثانية هي مشتقة من المعادلة الأولى، مش ضروري تحفظها، تقدر تشتقها بأي وقت، وبتحسب من خلالها الـ I لما يكون معطى معك البيتا. Example: At a traffic light, the sound level is 75 decibels. What is the intensity of sound there? هلا شو حاكين لهون؟ إنه عند إشارة مرور ضوئية. The sound level، انتبه إنه حكالي sound level، إذا نحكي عن البيتا، بيتا بعدين كمان شغلة ثانية من الوحدة بنقدر نعرف إنه بيحكي عن البيتا، إنها هي decibel. أعطاني البيتا وشو طلب؟ What is the intensity of sound there؟ إذا بدنا نحسب I إحنا. واللي أعطانا إياه هو البيتا. هاي البيتا وبقدر أحسب I من العلاقة الثانية على طول. بس مين بدنا؟ بدنا الاي نوت. الاي نوت من وين بنجيبها؟ بنكون حافظينها، اللي عبارة عن 10 to negative 12 watt per meter squared. هلا بضل علينا تعويض في الأرقام، وتأكد انك بتعرف تحسب هذا الرقم 10 القوة 7.5، تحسب بشكل صحيح، والناتج هو 3.16 times 10 to negative 5 watt per meter squared. Example: A trumpeter plays at a sound level of 75 decibels. Three equally loud trumpet players join in. What is the new sound level? إذا هذا
المثال بحكي لي a trumpeter plays. هلا الترامبيتر اللي هو عازف آلة موسيقية وبيعزف، شو بحكي لنا؟ at a sound level، أعطانا مستوى الصوت تبعه اللي هو 75 ديسيبل. بعدين شو بحكي لنا؟ 3 equally loud trumpet plays. إذا في كمان ثلاث بنفس المستوى joining، انضموا لإله. شو المطلوب؟ What is the new sound level؟ بدنا الآن الساوند ليفل الجديد لصاروا أربعة. Solution هو أعطانا بيتا 1، البيتا الأولاني، ومن البيتا احنا ممكن نكتب علاقتها مباشرة عشان نتذكرها. بيتا 1 تساوي 10 log I1 على I0. خليها هاي المعادلة نشوف امتى بنرجع لها. هلا شو اللي صار؟ بده the new sound level الجديد بيتا نيو بده يساوي 10 log. هلا الاي تغيرت عشان هيك راح اسميها اي نيو، هاي اللي هي نيو انتنسيتي ليفل. هاي الاي صارت ناتجة عن اربع عازفين مش عن عازف واحد. كيف بدنا نوجد الاي نيو؟ اي نيو بتساوي بجمعهم الاربعة اي 1 بلس اي 1 بلس اي 1 بلس اي 1 لانه كلهم لهم نفس الانتنسيتي، لو كانوا مختلفين بحط القيم لكل واحد فيهم. بهاي الحالة صارت بتساوي 4 اي 1. هلا هاي الاي نيو بدي اعوضها وين؟ في البيتا نيو، وبصير عندي بالشكل التالي بيتا نيو بيساوي 10 log 4i1 over i0. اذا كل شيء معروف عندي بس الاي 1 ما بعرفها. الاي 1 من هاي المعادله ما بعرفها، من وين بقدر اجيب الاي 1؟ احنا بنعرف انه بيتا 1 مرتبط مع الاي 1 بالعلاقه التالية، وبيتا 1 معطى معانا. فإذا نستخدم المعادلة الثانية اللي عرفناها اللي بتحكي لأنه I1 بيساوي I0 مضروب في 10 to power beta 1 over 10. من هون نحسب ال I1 وبنعوض مكان ال I0 ب 10 to negative 12 ضرب 10 75 10 اللي هي 7.5، والإجابة هي 3.16 times 10 to negative 5 watt per meter square. هاي ال I1 حسبناها بس إحنا بدنا البيتا نيو، وبالتالي بنرجع بنعوض مكانها في البيتا نيو. Substitute the value of I1 in beta نيو، شو بصير عنا؟ 4 times 3.16 times 10 to negative 5 divided by 10 to negative 12، ناخذ لها اللوج مضروبها في 10 والناتج هو 81 decibels. هلا لاحظ انه لما كان عنا عازف واحد كان الساوند ليفل 75 decibel، لما صاروا أربعة صار 81، يعني الزيادة بس 6. ليش هذا الكلام حصل؟ لأنه إحنا متعامل مع اللوج، واللوج إحنا حولنا النظام اللي كان مستخدم للإنتنسيتي اللي هو بتد من 10 قوى ناقص 12 للواحد، حولنا نظام آخر باستخدام اللوج واللي بيكون عبارة عن حوالي 140 فقط الرينج تبعه. فالزيادة راح تكون قليلة ما راح تكون كبيرة حتى لو زدنا عدد العازفين. Properties of the logarithmic function. بعض خصائص اللوغاريتم. خاصية الأولى، لو كان عندي رقمين a b log a مضروب في b بيساوي log a plus log b. خاصية ثانية، log a over b لو كان a مقسوم على b هاي بتساوي log a minus log b. خاصية ثالثة، log a القوة n لو كان في عندي أسس فبتساوي n log a. والرابعة، log 1 equals 0 ولوج 10 equals 1. هذول خصائص اللوغاريتم ممكن نحتاجهم. هلا راح ناخذ علاقه مفيده اللي هي التاليه، important relationship. The relationship between two sound levels and their intensities is given by. هاي العلاقه بتربط لنا بين شدتين للصوت مختلفتين وبين الانتنسيتيز العادية تبعتهم، بتحكي بهذا الشكل: بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1. خلينا نثبت هاي العلاقة بعدين نستخدمها. Proof: احنا بنعرف انه بيتا 1 بيساوي 10 log I1 over I0، وبيتا 2 بتساوي 10 log I2 over I0، وبالتالي بدنا نوجد بيتا 2 minus بيتا 1، بنعوض مكان بيتا 2 ومكان بيتا 1. هلا برجع لخصائص اللوغاريتم، لأنه صار عندي I2 over I0 minus log لـ I1
over I0. فاحنا بنعرف انه لما يكون log A minus B ممكن نحوله ل log A over B، وبالتالي بنقسم I2 على I0 على ال I1 على I0 ونطلع 10 عامل مشترك. ولما نقسم لما يكون في عندي كسور بنحول بنقلب البسط مقام والمقام بسط وبنحوله لضرب، بصير عندي I0 مع I0 راح يروحوا مع بعض، اذا النتيجة هي بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1. هلا هاي العلاقة ممكن نستخدمها بحل بعض الأمثلة. ناخذ هذا الاكزامبل. Find the ratio of intensities of two sounds, one of which is 10 decibels louder than the other. هلا انتبه للغة السؤال المستخدمة. أول شيء طلب منك find the ratio of intensities، ما حدد I1 على I2 ولا I2 على I1، بس بدك توجد بينهم. Of two sounds، لصوتين، والمعلومة الوحيدة اللي أعطاك إياها إنه one of which is 10 decibels louder than the other. واحد منهم أعلى من الثاني بمقدار 10 decibels. فإذا شو اللي بشوفه من هذا؟ نستنتج إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بيساوي 10. هو ما حدد لي مين بيتا 1 ومين بيتا 2، أنا بإمكاني أفترض إنه بيتا 2 الأكبر، وبالتالي بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10. هلا شو المطلوب نوجده؟ النسبة بين I1 و I2. على طول نحكي إنه بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1، بس هو معطيني إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بتساوي 10، بعوض مكانها في المعادلة اللي تحت ب 10. صار بهذا الشكل. هلا اقسم الطرفين على 10 شو بصير؟ واحد بيساوي log I2 over I1. كيف بتخلص من اللوج؟ برفع القوة 10، فبصير عندي 10 القوة 1 بيساوي 10 لا log I2 over I1. هلا العشرة لما ارفع لها اللوج بلغوا بعضهم البعض، وبالتالي شو بصير عندي؟ I2 over I1. هيك احنا اوجدنا النسبة بين I2 و I1. Example: A trumpeter plays at a sound level of 75 decibels. إذا في عندي عازف آلة موسيقية بيعزف بشدة بمستوى الصوت هو 75 ديسيبل. هذا حليناه قبل هيك. شو بحكي لنا هلا؟ Three equally loud trumpet players join in. ثلاث عازفين جدد بنفس المستوى انضموا له. What is the new sound level? وكان المطلوب نوجد مستوى الصوت الجديد. الآن نفس الطريقة اللي بدأنا فيها بحل هذا المثال، هو اللي أعطانا إياه عبارة عن بيتا 1. احنا بنعرف إنه بيتا 1 بتساوي 10 log I1 over I0. هلا بده النيو ساوند ليفل اللي عبارة عن 10 log I new over I0. بالنسبة ل I new الانتنسيتي العادية بنضيفهم لبعض، نجمعهم جمع جبري، فبكون عندنا I new بتساوي الانتنسيتي الأول زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع. بحالتنا كلهم متساويين لأنه حاكي لنا إنه equally loud، فبتساوي 4I1. إذا بيتا نيو اللي هي عبارة عن 10 log 4I1 over I0. هلا بس رح نغير طريقة الحل اللي حلنا فيها هذا المثال. إنه شو بنحكي؟ نعرف إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بيساوي 10 log I2 over I1. هلا إحنا بيتا 2 شو مسمينها هون؟ بيتا نيو. بس رح نغير التسمية ونعوض على طول، بس عوض في الأرقام. بيتا 1 اللي هي 75، وبالنسبة لآي نيو هي عبارة عن 4I1. هلا الآي 1 مع الآي 1 بروحوا، لوغاريتم للفور هو عبارة عن 6 بالعشرة وعوض مكانه، فصار عندي الآن 6 بالعشرة ضرب 10 هي 6، وبيتا نيو equals 81 decibels. The relationship between two sound levels and their distances from the source. هلا لو كان عندي مصدر للأمواج الصوتية وعندي الانتنسيتي، احنا بنعرف انه رح تغير مع المسافة، فهل ممكن نوجد علاقة ما بين مستوى الصوت وهي المسافات؟ في علاقة من هذا النوع. If the wave flows out from the source in all directions, then the sound level at distance R1 from the source is related to the sound level at distance R2 from the source by. في علاقة بيناتهم، تكتب بالشكل التالي: بيتا 2 minus بيتا 1 equals 20 log R1 over R2. لاحظ هون في عندي الرقم 20، والترتيب كمان أخذت بيتا 2 minus بيتا 1 مش R2 على R1، هي R1 على R2. خلينا نثبت العلاقة بالأول بعدين نستخدمها. Proof: نبدأ من العلاقة السابقة اللي هي بيتا 1 minus بيتا 2 عفوا minus بيتا 1 10 log I2 over I1. هلا إذا كانت عندي في جميع الاتجاهات فI2 شو بده يساوي؟ power over 4 pi R2 squared
وI1 بيساوي power over 4 pi R1 squared. هلا بما أنه نفس المصدر فالباور متساوية لاثنين، ما في هي نفسها. فبنحكي أنه I2 على I1 لما نقسمهم هلا شو رح يضل عنا؟ R1 squared over R2 squared، نحطهم بقوس لعبارة عن R1 over R2 2 تربيع. هلا هذول وين بعوضهم؟ I2 وI1 بهاي العلاقة. فبصير عندي بالشكل التالي، احنا بنعرف انه log A للقوة N شو بده يساوي؟ N log A. فبستخدم هاي الخاصية فبصير عندي log R1 over R2 squared تساوي 2 log R1 over R2. هلا 2 لما اضربها بالعشرة بتعطينا 20، وهيك بنحصل على العلاقة اللي كتبناها في البداية. هلا خلينا ناخذ example تطبيق عليها مباشر. example: The sound level measured 30 meters from a source is 140 decibels. Calculate the sound level at 300 meters. إذن هو أعطانا بهذا السؤال، أعطانا مستوى الصوت على 30 متر، وسائلنا شو بده يكون مستوى الصوت على بعد 300 متر. خلينا نرتب المعلومات. هو أعطاني في البداية R1، وأعطاني مستوى الصوت عندها عبارة عن بيتا 1، وهلأ أعطانا R2 بعد جديد، ومطلوب نحسب البيتا 2. واحنا بنعرف انه بيتا 2 ماينس بيتا 1 بيساوي 20 لوج ار 1 اوفر ار 2. هيك صار تعويض مباشر، ما راح نسوي ولا شيء جديد، بنعوض على طول. بيتا 1 اللي هي 140، وبالنسبه لار 1 30، ار 2 300. قسمهم على بعض بيعطيك 1 بالعشرة، لوج 1 بالعشرة بيساوي ماينس 1. عوض في الارقام والاجابه هي 120 ديسيبلز. Sound detectors اللي هما كيف نكشف الصوت، كواشف الصوت. Sound detection requires the conversion of the mechanical vibrations of sound waves into form that permits the analysis of their frequency and intensity. هلا شو اللي نحكيه هون احنا؟ Sound detection كشف الصوت بيتطلب the conversion of the mechanical vibrations، نحول الآن اللي هما الاهتزازات الميكانيكية للأمواج الصوتية into form that permits لشكل بسمح به the analysis of their frequency and intensity، تحليل المعلومات المرتبطة بالتردد وأيضا الشدة. هذا كيف نكتشف الصوت. رح ركز على مثالين. مثال الأول اللي هو الكوندنسر مايكروفون، الميكروفون العادي، والأذن البشرية. بالنسبة ل the condenser microphone إيش هو؟ The condenser microphone contains a flexible membrane that includes an electrically conducting layer and a rigid conductor. إذن هو بتألف من طبقة اللي هي هم نسميها membrane اللي بتكون غشاء رقيق بس بيكون موصل للتيار الكهربائي، وهذا قابل إنه يتأثر بالأمواج الصوتية زي غشاء الطبلة بالضبط. بعديه بيجي عنا conductor ثاني بس بيكون من مادة rigid، مادة صلبة. هلا هذول الاثنين شو بيعملوا؟ The membrane and the rigid conductor form a capacitor. هذول صاروا بيعملوا مكثف. With a capacitance that varies as the membrane vibrates. هلا مواسعة هذا المكثف لما تهتز الغشاء الخارجي هذا بدها يتغير. ما يتغيرش in response to sound wave. هلا لما تتغير شو بتعمل؟ This variation of the capacitance causes a variation in the current. هذا التغير في مواسعة هذا المكثف بسبب تغير في التيار الكهربائي، وهذا التغير في التيار الكهربائي that can be recorded or sent to a loud speaker، ممكن نسجله أو نرسله إلى سماعات خارجية بتكبر هذا الصوت. هذا مبدأ عمل المايكروفون. هلأ المطلوب منك مش حفظ، تحفظ المعلومات اللي هون، هي معلومات سهلة بس افهمها، هذا هو المطلوب، وأنك تكون عارف معاني الكلمات مش أكثر من هيك. The human ear، هلا الأذن البشرية. The function of the ear is to transform the vibrational energy of waves into electrical signals. إذن وظيفة الأذن البشرية أنها تحول الاهتزازات أو الطاقة الاهتزازية إلى إشارات كهربائية which are carried to the brain by the nerves. بالنهاية تحمل إلى الدماغ بواسطة الأعصاب. هاي هي وظيفة الأذن البشرية.
هلا the human ear can respond accurately to variations in the sound frequency and intensity without being affected. هاي أهم خصائص الأذن البشري الآن. The human ear can respond accurately. يعني تقدر تستجيب بدقة للتغيرات في التردد والشدة without being affected بدون ما يتأثر بالأشياء التالية. By the motion and vibration of the body. لما حركة جسمك أنت يتحرك ما راح تأثر على قدرتك على سماع الأصوات. Or by the sounds produced by the blood flow. أو الأصوات اللي بينتجها تدفق الدم. And in the internal organs. أو تدفق الدم في الأعضاء الداخلية. هاي خصائص الأذن البشرية. هلا the human ear also permits the listener to locate sound sources and to concentrate on specific sounds in a confused sound environment. أيضا من خصائصها أنه تسمح لك تحدد موقع الصوت وتركز على صوت محدد حتى لو كنت في بيئة فيها ضوضاء وفيها عدة مصادر للصوت. Consider the figure shown. هذا الشكل فرجينا الأذن البشري. نشوف شو ممكن نحكي عنها. The ear consists of three main divisions: the outer ear, middle ear, and the inner ear. إذن في عنا ثلاث أقسام رئيسية: الجزء الخارجي اللي هو الصيوان، والجزء اللي في الوسط بكون في طبلة الأذن، والجزء الداخلي. The outer ear collects sound waves and transmits them to the eardrum. إذن وظيفة الأذن الخارجية تجمع الأمواج الصوتية وتوصلهم إلى طبلة الأذن. هلا هاي طبلة الأذن، طلع فيها وموقعها بالضبط، هاي هي طبلة الأذن. Bones called ossicles in the middle of the ear transmits the eardrum vibrations through the oval window to the perilymph fluid of the inner ear canals. هلا الأوسكيلز هذول العظيمات شو وظيفتهم؟ Bones called ossicles in the middle of the ear transmits the eardrum vibrations through the oval window. بتوصل الآن هذول الاهتزازات من طبلة الأذن خلال النافذة البيضاوية to the perilymph fluid للسائل الليمفاوي of the inner ear canals لقنوات الأذن الداخلية. شوف هاي الموقع الأوسكيلز والأوفال ويندو قريبين جدا من بعض، مش سهل تشوفهم من هون. الأوسكيلز موجودين قريب جدا من الأوفال ويندو النافذة البيضاوية. The ossicles amplify the force on the oval window to nearly 15 to 20 times that of the force on the eardrum. هذول العظيمات أيضا بإمكانهم ضخم الصوت بمقدار 15 إلى 20 مرة من القوة الأصلية اللي أثرت على طبلة الأذن. In addition, muscles connected to the ossicles control the amplitude of their motion so that loud sounds do not damage the sensitive inner ear. هلا هذول العظيمات ما بنتركوا براحتهم لانه احيانا ممكن يكون الصوت عالي جدا، ففي ايضا بعض العضلات بتحكموا فيهم بحالات الاصوات المرتفعه جدا بحيث انه ما يتمددوا كثير حتى ما يدمر الاذن الداخليه. واخيرا في عنا the inner ear has two canals and the cochlea. في عنا قناتين وفي عنا الكوكليا. Where the vibrational energy of sound waves is transformed into electrical energy and sent to the brain. بتم في هاي المرحلة تحويل الطاقة الاهتزازية إلى إشارات كهربائية ويتم توصيلها إلى الدماغ. هاي المنطقة اللي فيها الكوكليا. Other properties of sound. بعض الخصائص الأخرى اللي ما تطرقنا لها بالنسبة للأمواج الصوتية. Sound waves cannot travel in the absence of matter. الأمواج الصوتية لا يمكن لها الانتقال في الفراغ. ليش؟ لأنه هي معتمدة على أنه تعمل اهتزاز في جزيئات الوسط. إذا ما في جزيئات تعملها اهتزاز ما راح تقدر تنتقل. لا هاي الخاصية استخدموها المطربين كثير، أنه بده غرفة معزولة من الصوت، كل مطلوب منك أنك تعمل طبقة من الفراغ على الغرفة زجاجية، هيك تمنع الصوت أنه ينتقل للخارج وبيقدر يغني براحته. The sound waves cannot travel in vacuum. إذن الأمواج الصوتية لا يمكن لها الانتقال في الفراغ. The speed of sound depends on the medium and on the temperature. هلا احنا حكينا عن سرعة الصوت، عرفنا البلك موديولوس، ما جبنا سيرة انه ممكن تتأثر بدرجة الحرارة، لكن هي فعليا تتأثر بدرجة الحرارة.
هذا الاعتماد على درجة حرارة ما أخذناه بالتفصيل، بس بدنا نكون عارفين أنه في اعتماد لسرعة الصوت على درجات الحرارة. The bulk modulus used in the calculation of the velocity of sound is the adiabatic bulk modulus and not the isothermal bulk modulus. هلا في عنا نوعين من البلك موديولس بنقيسهم، واحد لما تكون درجة الحرارة ثابتة وهذا بنسميه الايزوثيرمال، والثاني بتكون درجات الحرارة ممكن تتغير بنسميه الادياباتيك بلك موديولس. اللي احنا بنستخدمه اللي بيكون مش الايزوثيرمال، ليش؟ لأن درجة الحرارة ما بتكون ثابتة، فاللي بنستخدمه احنا اللي هو الادياباتيك بلك موديولس. This is because temperature changes do accompany the compressions and the rarefactions in a sound wave. طبعا هذا السبب زي ما حكيت لكم، درجة الحرارة ممكن تتغير ما بين الكومبريشنز اللي هم الماكسيمومز والرير فاكشنز اللي هم بكونوا المينيمومز بالنسبة للموجة الصوتية. The sound wave can be disturbed by objects comparable or large than its wavelength. احنا بنحكي هون الموجة الصوتية ممكن يأثر عليها الأجسام اللي بتكون قريبة منها في الطول الموجي، ولكن ليست الأجسام تكون أصغر منها بكثير في الطول الموجي. هاي خاصية لكل الأمواج مش بس للأمواج الصوتية. كيف ممكن تنتبه لها؟ إنه لو تخيل موجة في البحر، موجة عالية جدا وكان في قارب صغير، ما راح يأثر عليها، راح تأخذه وتضل ماشية، بينما لو صدمت هاي الموجة بجبل جليدي أكيد راح تتأثر وترتد. فدائما الأمواج عشان تأثر عليها أي شيء لازم يكون الجسم اللي تصطدم فيه قريب من الطول الموجي أو أكبر من الطول الموجي. وبناء على هذا الأساس أبات for example أبات اللي هو الخفاش uses short wavelength sound waves to find food. هلأ هو بده يدور على الأكل والخفاش شبه أعمى، فهو بيعتمد على الأمواج الصوتية أنه يشوف، فبيرسل موجة صوتية تصطدم بالهدف وبترتد لإله، بيعرف أنه في قدامه هدف صغير مثلا. طبعا الخفاش بدور على أجسام صغيرة، ما راح يدور على أجسام كبيرة، عشان هيك الأمواج الصوتية اللي بيستخدمها الخفاش لازم تكون طول الموجة إلها صغير، عشان لما تصطدم بأجسام صغيرة وهذا اللي بيهم الخفاش ترتد لإله بتتأثر وبيقدر يكتشف وين موقعها. Transverse sound waves and solids. هلأ إحنا لما حكينا عن الأمواج الصوتية حكينا إنها أمواج طولية وبتمشي بالفلويدز، لكن في نوع ثاني Transverse موجود في السوليدز ايضا، فهذا ممكن يكون موجود في المواد الصلبه او مثلا القشره الارضيه. خلينا نحكي عنه. In solids, transverse as well as longitudinal sound waves occur. اذا ممكن يكون في عندنا امواج صوتيه طوليه وايضا امواج صوتيه مستعرضه في المواد الصلبه. These transverse waves appear in solids because the forces between the molecules act in both directions. هلا القوة الموجودة بين الجزيئات ممكن تكون بالاتجاهين، اتجاه مع انتشار الموجة واتجاه الآخر بكون عمودي على اتجاه انتشار الموجة، فالنوعين ممكن يكونوا موجودين في السوليدز اللي هما perpendicular and in the same direction of the wave. هلا هاي الخاصية شو بتساعدنا؟ The velocity أول شيء of the transverse wave is generally lower than the velocity of the longitudinal wave. سرعة الأمواج المستعرضة أقل من سرعة الأمواج الطولية. كيف رح استفيد من هاي الظاهرة؟ This velocity difference makes it possible to determine the distance from the center of an earthquake to a seismograph by noting the time of arrival of the different kinds of seismic waves. هلأ في فرق بالسرعة بيناتهم، فإحنا لما نرصد الأمواج رح توصل طولية في الأول، في فترة زمنية بعدها رح توصل الموجة المستعرضة. هذا الفرق معرفتنا لسرعة الأمواج الطولية والأمواج المستعرضة من خلاله بنقدر نحدد وين موقع الزلزال في حال حدوث هذا الزلزال. وفي عنا example راح أفرجيكم إياه بعد هذا السلايد. كمان the audible range المدى المسموع احنا أخذناه بالنسبة للإنتنسيتي، بس في إشي ثاني بيعتمد عليه اللي هو الفريكوانسي. The human ears can respond to frequencies from 20 Hz to 20,000 Hz. إذن في عنا أيضا مدى التردد بيكون ما بين 20 و 20,000. هذا بالإضافة اللي أخذناه إحنا الانتنسيتي اللي حكينا إنه بيبدأ من 10 to negative 12 represents the threshold of hearing، سميناها الانتنسيتي اللي هو حد السمع،
while 1 watt per meter squared represents the threshold of pain, حد الألم, والاسم الثاني المستخدم معه the threshold of feeling. فهي الكلمة أيضا مستخدمة كبديل ل threshold of pain. The decibel range of hearing at 1000 hertz. هلا حسبنا decibel range للسمع بس حسبناه عند قيمة محددة للتردد اللي هي 1000 هرتز is from nearly zero to about 120 decibel. كمان هذا الرقم نكون عارفينه وانه حسبناه عن تردد معين اللي هو 1000 هرتز. Infrasonic. هلا الترددات اللي بتكون اقل من 20 بنسميها infrasonic. Frequencies below 20 hertz are called infrasonic. وشو في عنا كمان الالتراسونيك. Frequencies above 20,000 hertz are called ultrasonic. إذا كان في عنا هذا الإكسامبل. If the speeds of the longitudinal and the transverse waves from an earthquake are 8.5 kilometers per second and 5.5 kilometers per second respectively. أعطانا سرعة الأمواج المستعرضة وأيضا سرعة الأمواج الطولية الناتجة عن هزة أرضية. شو السؤال؟ How far away did an earthquake occur if a seismic station detects the arrival of these two types of waves 1.5 minutes apart? إذا مطلوب أن نحدد موقع هذا الزلزال إذا كانت محطة الرصد اللي عنا رصدت الموجتين بفارق زمني هو 1.5 دقيقة. طبعا مين بدهم يكتشفوا بالأول؟ الموجة الطولية هي الأسرع. بعد هيك بدقيقة ونص بتوصل الموجة الثانية الموجة المستعرضة. Solution. هلا شو اللي أعطانا إياه هو؟ أعطانا سرعة الأمواج الطولية، أعطانا كمان سرعة الأمواج المستعرضة، وأعطانا الفرق الزمني اللي راح يكون T2-T1، وأعطانا إياه بالدقيقة، ولاحظوا السرعات كانت بالكيلومتر كمان حولتها لمتر، بتقدر تخليها بالكيلومتر، ما في أي شيء بيمنعك تخليها بالكيلومتر، حولتها إلى متر لكل ثانية، وأيضاً الزمن حولناه إلى ثواني. هلا خلينا نفترض إنه عندي هذا موقع الزلزال وهاي هي السايزميك ستيشن. المسافة بيناتهم نسميها دي. هلأ الزمن الواصل اللازم لوصول الأمواج الطولية بدي أسميه T1، والزمن اللازم لوصول الأمواج المستعرضة راح أسميه T2. If T1 is the time for the longitudinal wave to arrive to the seismic station and T2 is the time for the transverse wave to arrive to the seismic station. هيك صار عندي T. إحنا نعرفها بتساوي D over V. إذن T1 بتساوي D على V1 و T2 بتساوي D على V2. لاحظ أنها D نفسها بالنسبة للاثنين للموجتين لأنه موقعه واحد. هلأ بس بعوض بT2-T1 اللي هي راح تساوي الآن D على V2-D على V1. V2 V1 معروفين معانا و T2-T1 اللي هي 90 seconds. الآن بس مجهول واحد في عندي اللي هو الدي. عوض في كل الأرقام تحسب الدي والناتج هو 1402 كيلو متر.